أسبوع الأكمل الموضة بمومباي تألقت نجمات بوليوود بفساتين من تصميم المبدع مانيش مالوترا. هذا المصمم الشاب المقيم في بريطانيا قدم مجموعته الجديدة للخريف والشتاء المقبلين، مجموعة متميزة شملت ملابس نسائية ورجالية وحملت عنوان تأملات. مانيش مالوترا يوصف بإمبراطور الموضة في الهند، ويعتمد في تصميماته على أقمشة وتطريزات هندية تقليدية ليضيف عليها لمساته السحرية. المجموعة النسائية تضمنت فساتين سهرة بألوان هادئة كالأخضر والأزرق والعاجي، كما برزت أزياء الساري والشرارة الهندية. مانيش مالوترا انطلق عام 94 كمصمم أزياء في مجال الأفلام الهندية ليطلق علامته التجارية الخاصة عام 2004. الملابس الرجالية حافظت بدورها على الطابع الهندي الأصيل مع لمسة عصرية، وطغت عليها الأقمشة الحريرية بألوان تتراوح بين البيج والرمادي والأبيض والأسود. المصمم ركز في مجموعته الرجالية على سراويل الفضفاضة المريحة والسترات الطويلة.